في سياق مغاير انطلقت أول قافلة مساعدات إنسانية من تنظيم الهلال الأحمر الجزائري، أين شملت 100 طن من المواد الطبية والأفرشة والأغطية والخيم، حيث ستنقل من مركز التجميع بالبليدة عبر طائرات الجيش الوطني الشعبي لمطار العريش بمصر الشقيقة، ثم إلى الشعب الفلسطيني بغزة. عاصم بخاري رصد التالي. المناسبة هذه هي أنه مواطني ولاية غرداية اليوم في عملية طبر مساعدات، انطلاق قافلة مساعدات إلى أهلنا في غزة. طبعا بالمناسبة نشكر الشركاء اللي كانوا معنا في هذه العملية من الهلال الأحمر وكذا سيد الوالي، ودون أن ننسى مواطني هذه الولاية العريقة التي أبت إلا أن تشارك أهلها في غزة بمساعدات، إن شاء الله تكون بردا وسلاما عليهم. سلعة فوق 100 طن هي كما قال السيد رئيس أسرة وخيم، قريب تقدر تكون مخيم ب 500 شخص بأسرة وأيضا بخيم ومواد غذائية ومواد طبية وشبه طبية. أنا ستوجه إلى ولاية بليدة، هي المكان لتجمع كل المساعدات الجزائرية، ومن بعد توجه مباشرة إلى مصر إلى العريش. قام مجمع لوجي ترانس بدعم هذه العملية بخمس شاحنات مقطورة، وذلك ابتداء من نقطة الانطلاق غرداية إلى غاية البوليدة، وذلك دعما لأهلنا في غزة. عدد الخيم إن شاء الله قدر بحوالي 100 خيمة، عدد الأسرة حوالي 500 خيمة، كمية معتبرة من الأدوية، كمية معتبرة من الأفرشة، والتمر هو سندنا في الصحراء وهو سندنا في الأزمات، والله نطلب الله لإخواننا في غزة أن يفرج عنهم.